اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه برحب طبعا بنجوم السوبر المصري كابتن تامر مجدي المدرب العام واحد رجال وعواميد الجهاز الفني. اهلا بيك يا كابتن تامر. اهلا بحضرتك. الف مليون مبروك. ربنا يبارك في حضرتك. انا مش عايز اقول لك انت فرحتونا ازاي. طبعا الحمد لله، واحنا كمان فرحنا وقدرنا الحمد لله نفرح جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره، والحمد لله على اول فوز، ودي البدايه ان شاء الله باذن الله السنه دي. وطبعا اكيد برحب بنجم النادي الاهلي ومحترف النادي الاهلي الايطالي لويجي المحترف للضم السنه دي. فيرست اوف اول وود لايك تو سي ويلكم الاهلي تي في شانل. ثانك يو ثانك يو. ليت مي تيك توك ويز يو فيرست اباوت ذا فيكتوري اوف يسترداي. يس. وات يو فيل وات يو سي اباوت ذيس فيكتوري؟ I think today is a very happy day for me, for the club, for the fans, for everyone. Because for me, first of all, I think it's very important because I come here to win something. This is the first cup, and I'm very happy. For the fans, because the fans deserve this cup and more. And for the club, for my teammates, because we played hard, we played a lot of game without lose any match. And finally we win something very important. هو الحقيقه انا سالته، انت يعني بتقول ايه عن المكسب او الانتصار بتاع امبارح؟ الراجل قال لي الحقيقه انه فرحان للمجلس، يعني المجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي واللعيبه والجمهور، وهو على المستوى الشخصي هو كمان فرحان لانه لما جه هنا كان عايز يكسب. هو كان عايز يكسب وفعلا ده اول بطوله ياخدها، وبيقول ان فرقته كلها لعبت بشكل جيد وبقوه، وفي الاخر استطاع الحمد لله ان احنا ناخد الكاس. وده كان كلامه اكيد، هو من اول جيل لما جاء معانا من فتره كان كلامه انه جاي هنا عشان يكسب مش جاي عشان حاجه ثانيه. يمكن كابتن تامر يعني امبارح اللي فاجئنا الروح. امبارح كنتوا بتلعبوا بروح ثانيه خالص، حتى لويجي يوندر كان الروح يعني مختلفة جدا غير أي مباراة. والله زي ما الناس متعودة إن دي روح فرقة النادي الأهلي للكرة الطائرة. الحمد لله من اول الكابتن محمد مصلحي لغايه احمد رشاد عامل الغرفه، احنا الحماس ده بالنسبه لنا حاجه غير طبيعيه. ده كان احد مؤشرات الحمد لله الفوز امبارح، ان احنا مصرين على البطوله من اول الماتش لنهايه الماتش. الحماس مع الكابتن ميدو واللعيبه، وقدروا بسرعه المحترفين الاجانب ان هم يدخلوا معانا في الحماس، وعبد الله وسعيد واحمد ولويجي ويوندر، كل الناس والكابتن ميدو وانا وجهاز الفن، كل الناس كانت متحمسه من بدايه الماتش لنهايه الماتش عشان عارفين قيمه المباراه وان دي مباراه مع نادي الزمالك ونهايه بطوله. فكان الحمد لله الحماس ده احد العوامل، يعني الحمد لله ان ربنا وفقنا فيه. طب لويجي يسترداي يو هاد ا جريت بريشر بيفور ذا جيم بيكوز وي وون فور جيمز اند ذيس از ذا فايف جيمز وي هاف تو وين بيكوز اف وي لوز ذيس جيم وي جت نوثينج. يس فور شور. بات ذا مالك ذي هاف ا جريت موتيفيشن. Not a pressure because if they win, nothing. Yes. They got everything. They got a cup. Yes. What do you say about this pressure? I told you before. Yesterday was the final. This is the big difference. Before we won four games. It's true. We have. I think we are a very good good team. We every time when we have problem, we can help each other. But yesterday was the final, and it's normal that we have pressure. But also yesterday when we had a big problem, we stay together, we help each other, and it's very important because for if you want become a big team, you have to every time help each other. Yes, but maybe this is the reason that we start not good or bad in the first game. Yes, probably yes, but also I think not only in the final but also the day before. Yes. we start slowly, we start bad probably because sometimes when you have a lot of pressure because we have to win, your legs is tired, no? And everything is very slow. But yeah. After when we start to play and we start to play better, we can get back the confidence. Yes, and you yes, start confidence. To play. Yes, for sure. Yes. يمكن انا سالت لويجي وقلت له انه امبارح كان في بريشر على الفريق بشكل كبير لانه كان الفريق كسب أربع مباريات، النادي الأهلي لاعب الزمالك خمس مباريات، الأربع مباريات اللي فاتوا كسبناهم بس ما خدناش بطولة. مباراة امبارح لو الزمالك كان كسب، يعني لا قدر الله وده ما حصلش، كان الزمالك هياخد كاس بالرغم إن احنا كاسبين أربع مباريات والزمالك كسب مباراة بس الزمالك كسب كاس. فهو بيقول لي إن ده كان بريشر فعلا على الفريق، إنه طبعا أنت بالنسبة لك مهم جدا إن أنت تكسب لأن ده فاينل. فهو قال إنه الفرقة بقت مع بعض وستي توجيزر مع بعض ويعني حاولنا نتعدى البريشر ده، وده كان المبرر ليه الشوط الأول
كان مش بالاداء مش كل الشوط الاول بدايته كان رجليك يعني كان في قلق طبعا وده وضع طبيعي ان انت مش عايز تخسر اي حاجه خسرتك امبارح وده نهائي فطبعا هو كلامه كان واضح ان بعد خبرات اللي موجوده اكيد بعد شويه رجعوا لمستواهم ولعبوا بشكل جيد يمكن كابتن تامر هتكلم عن بدايه الاداء ويمكن اختيار المحترفين والويجي ويوندر وحجم الزملاء او الناس اللي بتتكلم يعني عن الفنيات في الوقت اللي المفروض الجهاز الفني اضرب الفنيات تحب تقول ايه عن الموضوع ده كابتن كامل احترامي لحضرتك طبعا والناس اللي بتتكلم حضرتك كنت لعيب منتخب مصر باسكت ولعيب النادي الاهلي وفنيات فاهم في اللعبه من كتر تعاملك معانا ابتديت ان انت حضرتك تتابعنا وعارف يعني فالناس بتلوم او بتوجه او بتفكر غير اسلوب المدير الفني المدير الفني اكتر واحد عارف احتياجات الفرقه ظروف الفرقه محتاجه ايه ده اللعيب ده لو جبته هينفع يلعب زي السيستم اللي انا بلعب بيه او لا احتياجات الفريق يعني انا لما يكون عندي عادل ما شاء الله وحليم واحمد صلاح وسعيد انا محتاج عوامل تانية المدير الفني اكتر واحد هو ادرى يعني والحمد لله احنا السنه دي الحمد لله نجحنا او كابتن محمد مصلحي نجح في اختياره الاثنين فعلا فادونا كتير جدا السنه دي فنيا صحيح وكمان الاختيار بان مع الماتشات يعني 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 المدير الفني اختار والاختيارات الفنيه بانت في كل شيء الحمد لله على اختيارات نمره واحد نمره اثنين الاولاد لما جم ولعبوا واثبتوا للناس ان هم فعلا لعيبه تستاهل ان هي تيجي تلعب في النادي الاهلي واللعيبه فعلا مؤثره في الفرقه ممتاز طيب اعزائي المشاهدين في فيديو سجلناه او متسجل ما بين كابتن تامر مجدي وكابتن محمد مصلحي طب نشوفه كده ونرجع نعلق عليه بسم الله الرحمن الرحيم من مدينه وروس ساندرولا في بولندوشا بنسال لكابتن محمد مصلحي عن طبيعه الاجواء بالنسبه للفريق المصري النادي الاهلي وبنقول له وجه رساله لجمهورك الحبيب ولفريقك في النادي الاهلي اما كابتن حسن فبنحب نقول له اهداء لا كابتن مجدي الفيديو ده كان فين كان فين ده كنا في بولندا في معسكر يعني من المعسكرات فعلا العزيزه على الواحد بالاجواء بكميه التمارين بكميه التركيز اللي اللعيبه كانت فيها وكانت دي حاجه دعابه كده بين وبين الكلام كابتن ميدو مصلحي قال كلمه كبيره شاوي كده وخلاص الروح هي اساس المكسب والروح اللي بين الجهاز الفني اكيد مهمه زي ما الروح ما بين اللعيبه كابتن الحمد لله اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجوم السوبر المصري رجال ماسترز الكره الطائره ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ويمكن اروح لضيفي لويجي يمكن احب اسالك وفي البدايه اكيد يعني بنرحب طبعا بالاستاذه لميس المترجمه بتاعتنا واللي انضمت لنا طبعا هيبقى الترجمه من خلالها لويجي يمكن انت الان بقالك عدد شهور يمكن 4 أو 5 شهور مع فريق النادي الاهلي ازاي تقيم التجربه دي حتى الان يعني انت شايف التجربه دي خاصه بعد اول بطوله ليك مع النادي الاهلي اوكي فور مي ذس ذا فيرست تايم بالنسبه لي هذه المره الاولى التي العب فيها خارج ايطاليا وبعد 4 أشهر يمكن ان اقول أنني أحب هذه التجربة كثيرا وهو نادي الأهلي نادي كبير للغاية ولديه قطاع عريض من الجماهير وأعتقد كل شيء يسير على ما يرام الإدارة والإدارة ساعدتني كثيرا والزملاء ساعدوني كثيرا هذه المرة الأولى وربما الأجواء مختلفة عن ما كنت ألعب فيه ولكن أنا أشعر بارتياح وأريد أن أقضي المزيد من الوقت لويجي يمكن عايز اتنقل لنقطه مهمه انت عندكم يمكن 4 بطولات قادمه في وقت ضيق يمكن في 4 شهور عندكم بعد اسبوع من الان البطوله العربيه بعد كده استئناف الدوري بعد كده كاس مصر بعد كده البطوله الافريقيه فعندكم 4 شهور مضغوطين جدا ازاي تقدر انت كلاعب محترف في يعني في كاريرك ان انت تستعد لهذا الحجم او هذا اللود او هذا الحمل العالي
اوكي فور شور. نعم بالتاكيد نحن الان لدينا مهمه صعبه ونحن نستعد للعدد من البطولات كما ذكرت، وبما باننا فزنا في البطوله بالامس ولكن لدينا المزيد من البطولات نريد ان نحرزها. نحن يجب ان نركز في المرحله القادمه ولدينا الوقت ان نتدرب اكثر وان نسير على الخطه التي او الخطه التي يتم وضعها. يجب ان نركز ايضا وان نستعد للبطولات القادمه. بالتأكيد الأهم الآن أن لا نصاب أو لا تكون هناك أي إصابات وأن نكون بصحة جيدة. طيب يمكن مهم جدا نتكلم عن أن أنت بدأت الموسم يمكن بإصابة وقعدت يمكن شهر، فهل يعني الناحية الطبية يعني أنت تعالجت بشكل جيد؟ هل أنت يعني لقيت العلاج الطبي أو العناية الطبية الجيدة مع الفريق؟ Yes, نعم كما قلت لك من قبل أعتقد إنما تكون في نادي كبير وأن تكون ضمن فريق كبير يجب أن يكون هناك أيضا الاهتمام بالنواحي الطبية في هذا الإطار. كما هنا كما شاهدت هنا لعبنا مباريات كثيرة في فترة قصيرة للغاية ولكن تلقينا الكثير من الاهتمام من الناحية الطبية، إذا شعرنا بأي ألم، إذا شعرنا بأي إصابات بعد هذه المباريات كان دائما هناك اهتمام بنا. طيب جماهير النادي الأهلي يمكن المباريات بتتلعب بدون جمهور وأكيد ده حاجة احنا نتمنى طبعا الجماهير تكون موجودة في الملعب، ولكن إزاي بتشعر بدعم جماهير النادي الأهلي؟ أنا بقول إنه ماتشات النادي الأهلي أو مباريات النادي الأهلي، أنت سمع الترجمة؟ Can you hear the translation؟ Yes, the last time. Okay. مباريات. Okay. Our games is playing without fans. Okay. In the game. But how can you feel the supporting of our fans? Okay. From the social media or from where? Yes, I feel that the fans هذا الدعم من خلال الجماهير وأشعر أن الجماهير مرتبطة بالنادي بشكل كبير جدا لأن هذه أول مرة أرى هذا الارتباط وهذا الدعم الكبير من قبل الجماهير. في بعض الأحيان أشعر بالقلق لأن هذا مهم للغاية ولكن أشعر أن هناك قلق عندما تكون هناك جماهير في الملعب، ولكن أيضا قد إذا لعبت بصورة ليست جيدة قد يشعر الجماهير بالضيق، ولكن ربما أيضا يقدمون لك الدعم حتى تستطيع أن تحسن من أدائك، وأعتقد أن الجماهير مهمة جدا هنا. أشكرك على يعني الطاقة الإيجابية الحقيقة اللي عندك واللي أكيد باينة من كلامك. طب كابتن تامر أجيلك يمكن امبارح او مش امبارح يعني امبارح بالاخص والمباراه السابقه كمان ولكن بخص امبارح كان في كلام بينك وبين كابتن محمد بصالح بيتو، يعني بتروح له تمسك اللابتوب ويمكن دي ظهرت في اكتر من لقطه وبتتكلموا مع بعض وبعد كده بترجع انت تاني، ايه اللي بيتدار وايه اللي بيحصل في الوقت ده؟ هو انا في البدايه حابب اشكر طبعا كابتن احمد سعيد محلل الاداء محلل التقني بتاع الفرقه، و اللابتوب اللي معايا عباره عن ان بالظبط هي الشاشه قدامي من اللي بيشتغلوا كابتن احمد سعيد ما بين اداء الفرقه عندنا واداء الفرق الاخرى، فبيبقى ظاهر قدامي ارقام اللعيبه بالفرقه الثانيه وارقام اللعيبه في فرقتنا باتجاهات الضرب هناك من خلال الكابتن ميدو، اي معلومه بيحب يستفسر عنها فنيا بيسالني بروح اقول له، بنتكلم مع اللعيبه باتجاهات الضرب هناك رقم كذا هيشوط كذا هيبقى في اتجاهات معينه احنا بنلعب بخطه معينه بنقفل حاجه معينه في حقه الصد، فكل الكلام ده بيبقى امور فنيه بكابتن ميدو طبعا بيجي يسال فيه بيسالني بيسال جمعه بيسال احمد سعيد المحلل وبنقدر ان احنا نساعده كجهاز يعني في حاجه زي كده. يعني الكلام ده بيبقى كلام فني ونقاش فني في حاجات معينه لازم كابتن محمد صالح ميدو يكون عارفها في لحظتها. طبعا 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 يعني دي حاجه بتبقى اساسيه، كل مدير فني بيعرف ارقامه وارقام الفرقه الثانيه من خلالها بيقدر ان هو يكاتشن ويعرف يدير المباراه. طب يمكن يا كابتن كمان يعني ما قبل المباراه يمكن انتوا ليكوا شغل
بتعملوه قبل المباراه؟ ضحكت طبعا لان انا عارف الشغل ده وانا يعني والله يعني اول حاجه الكابتن ميدو لازم يطلع عين احمد سعيد. انا عايز اعرف يعني سهر مثلا وثلاث اربع ساعات بارقام لعيبه في كل مباراه، ده مش مباراه الزمالك بس، اي مباراه احنا بنلعبها طبعا عندنا مباراه للفرق الخصم اللي هنلعبه من قبلها بيوم قبلها بيومين احمد سعيد بيبقى موجود، بنقدر من خلال فيديو وداتا بنحط ارقام للعيبه، مين اللي هيلعب هناك، احد عناصر القوه هناك، كل الشغل ده طبعا احمد سعيد قاعد، كابتن ميدو قاعد في الاوضه برينتر جنبهم، الدنيا احمد سعيد ثلاث اربع ساعات مع كابتن ميدو. يعني الاعداد للمباريات يمكن بيكون بياخد وقت طويل جدا. طبعا جداً طبعا منك. طبعا كل الكلام ده بيتعمل قبلها بيوم وقبلها بيومين ومحاضره بالليل ومحاضره قبل الماتش، ده اسلوب الكابتن محمد مصلح في جميع المباريات مش مباراه الهامه بس. طب كابتن انتوا بطوله عربيه كمان اسبوع ان شاء الله، واخدين راحه قد ايه ولا من هنا لغايه يوم الاحد؟ لا انا عايز اقول لحضرتك اساسا ان الفرقه احنا بقى لنا 8 ايام متواصلين. احنا خلصنا مباراه الاتحاد والجيش والزمالك، ده اللي هو كانوا في مقاولين العرب، كانوا في المقاولين لعبنا الاتحاد بعدين الجيش، خدنا يوم راحه بعدين لعبنا الزمالك. خلصنا الزمالك الساعه 11 ونص، كابتن محمد مصلحي وطبعا انا بشكر مجلس اداره والكابتن خالد العوضي استجابوا لكلام الكابتن محمد مصلحي ان احنا توجهنا بالفعل مباشره للاسماعيليه يوم السبت، يوم اللي رحتوا السبت بالليل، السبت بالليل سافرنا هناك في السبت ولا لا؟ احنا وصلنا 1:30 بالليل، ما كانش ينفع تمرن، ما كانش فيه تمرين طبعا، مرنتوا لحد فكابتن محمد مصلحي اصر ان هو يسافر والفرقه سافرت ووصلنا الفندق طبعا متاخر، وتاني يوم عملنا تمرينه خفيفه وتمرينه كانت الحد والحمد لله ربنا وفقنا في ماتش الاثنين وماتش الثلاث الحمد لله ماتش الزمالك. فالعيال بقى الفرقه ما صدقوا ان كابتن محمد مصلحي ادانا يعني اداهم راحه يومين، لان طبعا النهارده الحمد لله الحمد لله على المكسب طبعا، دي البدايه وصفحه واتقفلت. ان شاء الله عندنا بطوله عربيه كمان 6 ايام وان شاء الله بنجهز ليها، وكل بطوله ان شاء الله يبقى ليها وضع خاص وشغل خاص وعاملين حسابنا ان شاء الله. اكيد ثقتنا فيكم بدون حدود بامانه، ربنا يخليك يا كابتن، يعني ان شاء الله منتظرين منكم المزيد وانتم قدها ودود يا كابتن. الحمد لله على دعمك ودعم جمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره، وانا عارف ان في ناس كتير بتدعم الفرقه دي طبعاً. واحنا طبعا لازم بامر الله نكون عند حسن ظن الناس كلها باذن أكيد الله. اكيد ان شاء الله. لويجي يعني هتكلم معاك عن الـ 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 الاكل الفود هنا في مصر، لان انت اول ما جيت قلت لي انه يعني لسه في باخد لسه على الاكل المصري ولسه بشوف الاورينتال فود والكلام ده كله. انت اخبارك ايه في الدنيا دي؟ ظبطت لسه بتاكل باكلك الايطالي اللي هو الخفيف ولا بتاكل اكلنا بقى المصري؟ That for me is very important. بالنسبة لي الأمر أنا أحب جدا أن أطهي بنفسي وأطبخ الأكل بنفسي. الأكل أحيانا يكون ثقيل أكثر من إيطاليا، ولكن أنا لا أحب الأكل الثقيل، ولكن أحب الرز، أحب الفراخ. ولكن عندما تلعب كثيرا وعندك تدريب لا تستطيع أن تأكل أكل ربما يكون ثقيل على المعدة وتشعر بالتعب، لذا من الأفضل أن ألتزم بأكلي. طيب الأكلة اللي أنت بتطبخها بنفسك وأنت يعني بتحس أن هي اللي بتدي لك كل المكونات اللي بتحتاجها في الأكل، إيه الأكلة اللي أنت الإيطالي اللي أنت بتطبخها لنفسك في البيت؟ In Italy? Yes. نعم. في إيطاليا أحب اللازانيا، أحب الباستا كثيرا. في إيطاليا نحن نأكل الباستا في كل وجبة، إنكارا باستا في العشاء، في كل وقت نحن نأكل الباستا، وأحيانا أريد أن أأخذ منها فاصل ربما. طيب يعني الفراخ ولا اللحمة أكتر؟ يعني يمكن البروتين أنت أكيد محتاج بروتين، طيب الباستا دي خلاص البروتينات، لحمة ولا فراخ أكتر بتحبها وبتعملها إزاي؟ No, sometimes. أحياناً. بالنسبة لي أنا أحب أكثر أو ربما أنا أحب أن أجرب كل الأكلات، ولكن أحب الفراخ أو الدجاج من أجل البروتين، ولكن أيضاً أحب الأسماك الخضروات. Mediterranean. فطعامي هو متوسطي كما يطلق عليه، فيجب أن يكون هناك توازن. كان عندك وقت تزور اماكن في القاهره يعني بيحب يروحها طبعا السياح او حاجه زي كده، ولا ما كانش عندك وقت في التمرين ان انت تروح تزور الاماكن او اي اماكن جوه القاهره؟
Yes, I نعم. time. بالتأكيد كان لدي وقت ولكن الآن لدينا جدول مزدحم للغاية. لدينا الكثير من البطولات القادمة ولكن كان لدي وقت لأزور الأهرامات. نعم شيء رائع ومذهل. وذهبت أيضا إلى المتحف المصري وعندما كنت ألعب في أي فريق أي دولة أحب أن أزور الأماكن السياحية والأماكن الأثرية في هذه الدولة. طيب لما حطيت الصور دي على السوشيال ميديا على الأكاونت بتاعتك في السوشيال ميديا صورك في البيراميدز في الأهرامات وفي في المتحف المصري؟ Yeah, no, I just put لا لم أضع وضعت بعض الستوريز ولكن like أنا لا أحب أن أظهر الكثير على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي لأن أحيانا السوشيال ميديا أو منصات التواصل الاجتماعي هناك الكثير من المشاكل عندما تضع كل أمورك الشخصية. لهذا أحيانا يجب أن تحتفظ ببعض الأمور الخاصة بك. أنا أحب ذلك وده حاجة شيء محترم. أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا لويجي ومنتظرين منك كتير وجمهور النادي الأهلي منتظر منك كتير مع الفرقة كلها وبشكرك نورتين وشرفتين النهارده قناة الأهلي. ثانكس كابتن تامر نورتين وشرفتنا يا كابتن. الله يخليك كابتن. يعني احنا سعداء جدا وفرحتونا وربنا يكرمكم وتفرحونا كده. ربنا يخليك كابتن مستر ذوقكم. شكرا جدا ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ومكملين ما تروحوش بعيد. بقيه النجوم معانا هيكون لسه الكابتن حسن عبد المجيد المخطط الاحمال اللي هو الجندي المجهول اللي استطاع انه يعدي بالفرقه لبر الامان. هيكون معانا يندر اللاعب المحترف الكوبي ايضا ويكون معانا يعني المدير الاداري المكوك كابتن خالد ابو زينه ولكن بعد الفاصل.